بدأت المهمة، وإن لم يفتتح بشكل رسمي فالرسالة الإنسانية وعمق الجرح السوري كان أكثر إلحاحا. هنا في المستشفى الميداني الإماراتي على الأراضي الأردنية يجري العمل على قدم وساق لبدء استقبال الجرحى والمرضى، فالأمر هنا تعدى كما قال السفير الإماراتي في الأردن الإغاثة والطبابة ليصل إلى التنمية والتشغيل للاجئين السوريين. الإمارات انتقلت من مرحلة الإغاثة الميدانية وتوزيع المساعدات إلى برامج تنموية، وهذه إحدى البرامج التنموية التي تقوم بها الإمارات من خلال هذا المستشفى الميداني. مستشفيان إماراتيان متحركان بالإضافة للثابت هذا والذي يعتبر الأكبر من نوعه، سيقدم فيها العلاج للجرحى والمرضى السوريين، تعمل بكفاءة استيعاب تصل إلى 500 مريض يوميا وبكادر طبي يزيد عن 70 في كافة التخصصات وما يلزم لإجراء العمليات الجراحية والمتابعة النفسية، جنبا إلى جنب لتقديم هذه الخدمات المميزة والعلاجية بإشراف أطباء إماراتيين وأردنيين وعالميين تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بهدف خدمة النازحين وبالأخص الأطفال والكبار بتوجيهات من قيادة الحكيمة وبرعاية ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي جنبات هذا المستشفى لم يتم إغفال الترويح عن الأطفال من قبل بعثة متطوعات جئنا خصيصا لهذه المهمة. اشتغلنا أول يوم مع ستاف الدكاترة والممرضين والجراحين، قمنا بشو نسوي ثنتين من الممرضات اللي معانا نطلع على الإسعاف نجيب المرضى اللي هم في الخيام اللاجئين على الحدود السورية للأردن. فاستمرار حالة النزف من الخاصرة السورية يستمر معها العطاء ورفع أعمدة الرسالة الإنسانية. في دوامة اللجوء والشتات السوري يضاء عنوان إنساني إغاثي آخر، وهذه المرة تحت راية إماراتية. تتكاثف هنا الجهود وتسارع الزمن لإنقاذ حياة من مزقهم الصراع وضاقت بهم الأرض. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من المستشفى الميداني الإماراتي مدينة المفرق شمالي الأردن.